هداه وكأن أمواج الصدى بحر تجاوز ماءه لما عدا قلع الطريق ومرتدى إلا شعاع طموحه فالصبح موطن روحه والحقل حين توردا يصف حمرار جروحه شيخ الندى البرق والمطر اهتدى في جدول بجبينه وحديقة بيمينه رفع اليد مثل المآذن في المدى فسمت إليه ذواتنا وتسابقت خطواتنا شوقا لتلبية النداء هذا النداء حياتنا الأزهر العريقة لأرض كان يرقب عودته إليها ليل نهار أقسم أن يسهم في شفاء تلك العيون التي تذوق برؤيته شابا يافعا يخدم وطنه كغيره من المخلصين. خصصت في العيون في بريطانيا اسكتلندا بالتحديد غلاسكو عدة مستشفيات ورجعت هنا واشتغلت فترة بعدين رحت إلى مستشفى الملك خالد تخصصي في الرياض تخصصت في جراحة القرنية والشدفة الأمامية والجراحات التصحيحية اهتمامي الأول تخصص العيون وتطويره أخذ ما جيت والتحقت هنا إنه لازم العمل يكون متطور على المقاييس العالمية. أبر بقسمه حين وضع اللبنات الأولى لتخصص طب جراحة العيون بالسلطنة وحين أسهم في إنشاء الرابطة العمانية لطب العيون ومجلتها العلمية المرموقة والتي أضحت من المجلات الرائدة في هذا المجال. أسست القسم سنة 2000 وكان علي أني أخذ القسم من مرحلة إلى مرحلة أخرى مرحلة الطب العيون العام إلى تخصصات فيحتاج بتدور على كوادر متخصصة عشان تترأس الأقسام المختلفة عشان نستطيع نبتدي ندرب الكوادر العمانية اللي الحين طبعا ما شاء الله نفتخر فيهم كثار يعني. أبى إلا أن يدخل اختبار الزمالة للكلية الملكية البريطانية والبورد العربي إلى السلطنة رافدا بذلك مسيرة التعليم والتدريب بكوكبة من أطباء متخصصين في جراحة العيون لتستأنس بهم ولاياتهم فيكونوا نعم المعين لذويهم. معرفتي بدكتور عبد اللطيف يرجع لعام 2003 لما بديت أنا مشواري في التخصص وحسيت بحبي للتخصص طب العيون فجيت أكلمه لأن هذيك الأيام كان ما في برنامج للتخصص في العيون فعشان أسافر برا وأتخصص
كان مفروض دكتور عبد اللطيف يوافق إني ياخذني في المستشفى وفي قسمه، والحمد لله. فأنا ممتنة له جدا، لأنه كان يعني هالخطوة كانت البداية لشيء أحبه أنا وتخصصت فيه. كان ولا زال داعم رئيسي للأطباء العمانيين في السلطنة، سواء الذين يأخذون التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأيضا الذين أنهوا التدريب وقدموا للدراسات العليا مثل الزمالة. في نظري دكتور عبد اللطيف كان دائما قدوة بالنسبة لي في طب وجراحة العيون وكطبيب بشكل عام. هو كطبيب إنسان في تعامله مع المرضى وفي تقديم الرعاية الطبية. عازما على مكافحة العمى واستئصال التراخوما، فكان له ما أراد، فمنحت سلطنة عمان عام 2018 شهادة تؤكد خلوها من المرض. علاقة مع المريض علاقة إنسانية قبل كل شيء، وبالتالي عشان كده يحتاج يكون واحد يعني يتعامل معهم بلطف، وجاي كل المسافات قاطع المسافات، نحتاج إلى مساعدتنا، ونحن نحتاج نقدم له المساعدة يعني على ما يحتاجها ومثل ما يحتاجها قدر الإمكان. دكتور عبد اللطيف أحد المؤسسين الرئيسيين للطب وجراحة العيون في سلطنة عمان، بصمته حقيقة ظاهرة في الرعاية التخصصية للطب وجراحة العيون في السلطنة، ليس فقط على المستوى الثالثي ولكن أيضا على المستوى الأولي والثانوي. له الحقيقة الفضل الكبير على ما وصل له الطب وجراحة العيون في السلطنة إلى ما هو عليه الآن. علاقة الدكتور بالمريض علاقة طيبة، هذا نصف العلاج يعتبر، هذا نصف العلاج. لأن لما الدكتور يعني يقول ليش تعمل كذا أو تعمل كذا أو كذا، هو يكون أخ أو عم، أو إذا كان شخص كبير يعتبر أن الدكتور يعتبر والد، إذا كان كبرى يعتبر أخ وعزيز وكذا، يعني ما عنده تفرقة بين المرضى. ولا أنا أعرفهم يعني ناس أعرفهم يتعالجوا معاه، والحمد لله كلهم شكروا عليه. يعني رفع اليد مثل المآذن في المدى، فسمت إليه ذواتنا وتسابقت خطواتنا شوقا لتلبية النداء. هذا النداء حياتنا. لم يكلهم لغيره حين ابتعدوا عن ناظريه، فظل كما كان الموجه والناصح والغيور على ذلك التخصص الذي يجمعه بهم، فظل وظلوا يحفظون الود الأبدي بينهم شكرا وامتنانا. أنا على تواصل معهم باستمرار، حتى اللي منهم في الخارج حاولت كل السبل انه يتطوروا، اذا درجه اني انا انشات برنامج التخصص في العيون من قبل ما يتاسس المجلس العماني للتخصصات الطبيه. نعم، هم اكملوا المشوار كذا، وانا كنت معهم في المشوار. الحمد لله دائما على تواصل مع اغلبهم، وما أشوف منهم إلا التقدير وأيام العمل فيما والحين بعد التقاعد. بيننا إحنا كزملاء في هذا الاحترام والود والتقدير، وهذا كله يرجع للقادة، يعني من القائد اللي يولد. أعتقد في نظري هذا الشيء بين الزملاء
ويولد فيهم هالشيء ويحببهم في المهنة. دائما كان سند لي ويشجعني دائما، وحتى لما سافرت لكندا عشان أتخصص في تخصص العيون استشرته في موضوع طب أعصاب العيون، شجعني عليه كثير، خاصة أنه هذا التخصص تخصص نادر وما عندنا حد ثاني يتخصص هالتخصص يعني. وفرح بي كثير لما رجعت، لأنه هو كان له أيضا شغف في هذا العلم. ومن ما رجعت الحمد لله، وأنا دائما أخذ بآرائه. كان لي الشرف أني خضعت تحت تدريب الدكتور عبد اللطيف، سواء إكلينيكيا أو جراحيا. وبعيد عن الطب، حقيقة الدكتور عبد اللطيف الرئيسي موسوعة في الأدب، في العلوم، في الفصاحة، في السياسة وفي التاريخ، وحديثه لا يمل، خاصة في السفر. يا من حدا قصد المرام الأبعد والسائرون وراه يتلقفون حداه، وكأن أمواج الصدى بحر تجاوز ماءه. لم يعدها يوما مهمة رسمية تنقضي بانقضاء مدة شغله الوظيفة، فها هو اليوم بينهم ومع مرضاه يواصل عطاءاته المستمرة كما بدأها قبل 40 عاما. فاستحق شكرهم ولقب الأب الروحي للتخصص، وعن جدارة واستحقاق. المواطنة هي انك بتقدم للبلد من غير سؤال ان البلد ايش يقدم لي. ارجو الشباب انه يتقن العمل اللي يقدمه ويحبه ويقدم له كل ما يستطيع. هذا تقدير اعتبره وسام على صدري، افتخر به يعني، واشكر من يعني اطلق علي هذا اللقب، وانا فخور باللقب، وانا فخور بهم كدكاترة عيون في عمان، ومتأكد إنه يعني فيهم الخير يعني للتخصص وللمرضى ولمستقبل العلاج بشكل عام وتخصص العيون بشكل خاص. دكتور عبد اللطيف دائما كان دكتور مميز، ولا ننسى أنه هو كان أول دكتور عماني في مجال طب العيون، والإنجازات اللي سواها في طب العيون كثيرة جدا. دائما كنت أشوفه يعني شخص أقتدي به وأريد أكون مثله، طموحة ودائما في المقدمة أني أغير شيء، مثل ما أنا بديت مشواري في طب العيون وفي قسمنا، أنه أنا كنت دائما أشوف أطلع عليه ودائما أسأله وأخذ نصائحه. فأتمنى الشباب اللي موجودين يعني اللي هم الجدد اللي جايين إنه يقتدوا بنفس خطواتنا اللي إحنا سويناها، لأنه مهم جدا إنه الشخص يأخذ من شخص قبل جاي وعنده خبرة ما شاء الله عميقة وعريقة في هالمجال. مهما قلت وشكرت دكتور عبد اللطيف ما يكفي، لأنه هو فعلا إنسان سوى اللي عليه وكفى ووفى. لازم الناس يقدروا ويشكروا ويتعلموا منه، وهو كإنسان أيضا إحنا نتعلم منه، لأنه جزء كبير من حياته معانا هنا كان كإنسان علمنا أشياء كثيرة. وإن شاء الله إن شاء الله إحنا رايحين نفس الرحلة.
أشكره على كل ما قدمه لنا في مستشفى النهضة أو في تخصص طب وجراحة العيون على مستوى السلطنة. شكرا جزيلا دكتور عبد اللطيف، كفيت ووفيت. من 2006 أتعالج مع الدكتور عبد اللطيف، يعني عملت العملية الأولى في 2006 وبعدين العملية الثانية تقريبا بعد 7 سنوات مرت تقريبا عملت العملية الثانية وهو النزول الأبيض، والحمد لله رب العالمين. من ذيك اليوم وهو يعالجني نصايحه مع المرضى، يعني نصيحة يعني أخوية، يقول لك كذا بصراحة، يكلمك يعني كذا تريد كذا 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 في كل حاجة، بعدين ما يعمل لك حاجة إلا بعد ما يعمل لك الفحوصات كاملة. عاجز لساني بشكر الدكتور عبد اللطيف، يعني صراحة ما قصر أبدا في السنوات اللي أنا أتعالج معها، تقريبا الحين تقريبا مع 17 سنة أتعالج مع الدكتور عبد اللطيف، ما حصلت منه إلا الزين والطيب. شكرا لحاد أبر بقسمه ولم ينقطع عطاؤه أو تتبدل أدواره مهما بعد مكانه أو حددت السنين موقعه بينهم.